بيقول لك الأول مرة من يشوف الصاروخ زي هيك والشظايا هذه، فبقول لك تبع الجهاد الصواريخ الجهاد الإسلامي يعني. ايه فهم بيقولوا تعاون الجهاد الإسلامي انه من عندنا هذا، شكله من عين معاه، مين اللي بيقول هيك؟ بيحكوا إن الشظايا تبعت الصاروخ إنه شظايا محلية مش زي شظايا ايش بتقول؟ سبحان الله، من عندنا ما لقاش غيرين بجر خبيث. عاد هذول متفقين من المقدرة، الوردي بثلاث حط محط فيهم ايش ايه ايش ذره، بتلاقيهم طالعين من المقبره اللي ورا المستشفى المعمداني دب اللي هو فسه ونزل عندهم. هو في مقبرة ورا؟ ها المعمداني ولك عند الساحه بالضبط، هي وين لما تدخل على الساحة؟ اول ما تدخل على الساحه تدخلش على البلد، عيدك اليمين في مستشفى المعمداني. اه عرفتها.